طب لو نظرنا لهذا المؤتمر الاستثماري، هو خطوة مهمة جدا، خلينا نقول ان هو ثمار ل كوب 27 كوب 27، ويمكن متابعة كمان لمخرجاته، لانه احنا خلينا نقول ان احنا دلوقتي بقينا مصر تعتبر دولة بكر ودولة قادرة على استيعاب الكثير والعديد من المشروعات، لو هنتكلم المشروعات الخضراء عندنا فرص كتير جدا مصر تقدر تستوعبها. لو هنبص للفرص الاستثماريه الخضراء تحديدا يا فندم في مصر، حضرتك شايف مدى استيعاب مصر ليها، مدى احتياج كمان مصر ليها، ومدى اهميه هذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت تحديدا واحنا داخلين كمان على كوب 28؟ هو اهميه هذا المؤتمر ان هو بينقل خطوه كبيره جدا، لان كل كلامنا في البيئه كان كلام خبراء وعلماء وطب وصحه والى اخره، لكن هنا بنتكلم ازاي تبقى المخاطر يبقى اقتصاد ناجح للدولة. وبالتالي أنا سعدت جدا أن البنك الأهلي مثلا عمل تمويل لغاية دلوقتي بالتعاون مع وزارة البيئة، وزي ما أشارت الدكتورة ياسمين حتى في حديثها أنه في أكتر من 100 واحد متدربين على الإقراض الأخضر، وأنه في تمويل جه من البنوك المصرية معدي 1.8 مليار دولار من البنوك المصريه، معدي 1.8 مليار دولار، وان في دونرز وفي ناس جايين وفي جزء كبير منح حصلت عليها مصر لتفعيل هذا الموضوع، بالاضافه الى برنامج القروض الذي سيستكمله عده بنوك، يعني من ضمنها البنك الرئيسي في مصر وهو البنك الاهلي، بنك حكومي عنده فروع دلوقتي حتى في القرى وفي المدن، بيقدر يدي هذا التمويل الاخضر للشاب المصري، يعني بيقول له انا عايز اجيب مثلا معده شريدر مثلا اللي هي بتقطع المخلفات، او مكبس، دي حاجات اساسيه بالنسبه للولاد عشان يعملوا منتج تاني، او عايز يعمل فرن صغير، او عايز يعمل تركيبه من مجموعه نظم يدخل معاها مواسير كهرباء ومواسير ميه والى اخره. في الحاله دي الدوله سندته ماليا، واللي اهم من ماليا بقى انه وزاره البيئه بتعمل الجزء الفني، يعني بتدرب الولاد دول ازاي يستخدموا هذه التكنولوجيات بحيث انه ما يخسرش، يعني ممكن يجيب آلة ما يعرفش يشغلها تبوظ منه ويبقى فسد عليه رأس مال. الضمان كمان اللي صندوق حماية البيئة حطه انه بيدي زي نوع من الجارانتي او ضمان للمنحة او القرض اللي هو ده، غير اصلا بياخد كمان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية اللي يمكن كنا بنتكلم عنها حتى من امبارح او امبارح مش متذكره بالظبط، كنا بنتكلم عن تفاصيلها كمان، وهي بتدعم مشروعات متوسطه ومشروعات صغيره في هذا المجال كمان تحديدا. طبعا لا، وهو كمان يعني هو ربط الاقتصاد بالبيئه في حد ذاته خطوه كبيره في مصر، يعني خد الدول الثانيه خدت سنين، يعني صحيح يعني ربط الاقتصاد بالبيئه، دايما البيئه كانت يعني سايد ايشو، يعني حاجة جانبية كده، لأنها بتقولي له البيئة يروح يفتكر المدخنة ويفتكر المخلفات وإلى آخره، لكن نربط البيئة بأنه حتى انبعاثاتها وهي بتقلل انبعاثاتها الملوثة للهواء بتخفض هذا التلوث في مدن مصر، في حد ذاته إنجاز صحي غير أنه هو إنجاز بيئي، لكن أنه يكون عندنا أنواع من الشباب اللي زي الفل متدربين على انه في الاخر نوصل لمرحله زيرو تلوث. هل مصر تقدر توصل لصفر تلوث؟ نعم تقدر توصل لصفر تلوث، حتى اذا كنا وصلنا 9 من 10 من انبعاثات، 9 من 10 اقل من 1 يعني، لكن افريقيا على بعضها اللي هي مسكينه يعني 4% انبعاثات مقابل طبعا 30 و40 و50 و60% اليابان والصين والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الأمريكية. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن قارة أفريقيا دي اللي هم افتكروهم أن هم يعني رموا عليها الانبعاثات ستكون هي القارة اللي تعمل الميتيجيشن، اللي تعمل تخفيف أزمة المناخ، لأن هي هتبقى القارة الوحيدة هي وأمريكا الجنوبية اللي ما تلوثوش حجم صحيح. التلوث اللي حصل في شرق آسيا أو في أمريكا الشمالية أو في الاتحاد الأوروبي.